مئات الآلاف من خفافيش الفاكهة غزت بلدة إنغام في ولاية كوينزلاند الأسترالية وانتشرت في ربوعها. هذه الخفافيش اجتاحت في أسراب الحدائق العامة في البلدة، حتى أن أغصان الأشجار تتحطم من ثقل الخفافيش الجاثمة عليها. وتعرف هذه الحيوانات أيضاً باسم الثعالب الطائرة. وبدأ أولياء الأمور يفكرون في سحب أولادهم من المدارس لدواع تتعلق بالسلامة إذ تستقر مستعمرات من الخفافيش في مناطق قريبة. والمستعمرة الرئيسية الموجودة أسفل الطريق المؤدي إلى مستشفيات قريبة دفعت طائرات الطوارئ الهليكوبتر إلى الهبوط في مكان آخر، نظراً لأنها لا يمكن أن تقترب دون أن تصطدم بالخفافيش. والقانون في كوينزلاند